سبحانه وتعالى أرادها قمة بين الأهلي وطلائع الجيش ليفوز النادي الأهلي بلقب أو يتسوق طلائع الجيش أول لقب له في تاريخه في كأس مصر. كابتن ضياء السيد، أهلا بحضرتك ومبروك هذا الفوز الكبير للنادي الأهلي والاقتراب من بطولة جديدة، وجماهير أنكل أبو المعاطي زكي ونجم الجماهير يوجهون لك التهنئة على هذا الفوز. وقبل ما تتكلم في الكورة، بفضل الله المسحة طلعت سلبية يا كابتن، ومش هسيبك في أي استوديو بعد كده. ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك يا حبيب قلبي، الله يسعدك، عمورة جميل، الله يكرمك، مبروك أبو المعاطي، الله يخليك. طبعا أنتوا عندكم في البيت النهار الشفاء، آمين يا رب، ما يرجع أي حاجة ولا تشوف حاجة وحشة، آمين يا رب. جمهورك بيحبك الله يحفظك، وكلنا بنحبك يا ابو المعاطي، وانا بحبك يا كابتن، وانت اخ فاضل. طبعا علي عندك النهارده زعلان على خروج الزمالك. لا علي ما في حاله حداد من النهارده والجمعه، واخد عمال عارف اللي هو فيها ايه. طب فيها ايه طب كابتن إيه؟ طب ممكن ابعت لك عربيه مناديل هندي لعلي عشان بكاؤه المستمر على مدار عده ايام؟ انا بتحايل عليه يعيط، هو كاتب. ليه ما بيعيطش؟ لازم يعيط يا كابتن ويفرج عن نفسه. يعني افريقيا اول حاجه يا كابتن، علي خسر الدوري وما عيطش، وخسر بطوله افريقيا وما عيطش، وطلع من كاس مصر وما عيطش، ومش هيلعب السوبر الافريقي ولا السوبر المصري وما عيطش. طب يعيط امتى؟ المهم احنا بنضحك اهم حاجه. الحمد لله يا كابتن. كيف ترى هذا الفوز الكبير في القضيه ممكن للمباراه الثانيه على التوالي؟ وانا بشوف انه الاهلي فلت من اثار الفوز ببطوله افريقيا. ايوه، لان اثار الفوز خدت رغم ضيق المواعيد ما بين يوم الجمعه ويوم الثلاث. ايوه طبعا، اللعيبه خدت فرحه، واللعيبه توزعت على الفضائيات على القنوات وطبعا ما كنتش تقدر تمنع اليوم ده او اليومين دول، لانه الاعلام ليه حق طبعا، واللعيبه عاوزه تفرح. انا كنت افضل بعد ماتش الكاس. ايوه خلاص، الاثار بتاعته ما راحتش غير بعد الشوط الاولاني. ايوه الشوط سيء جدا، الشوط الاولاني اداء وتحركاتا وكل حاجه، اللي احرز فيه الاتحاد اللي ادى شوط هايل الشوط الاولاني بشكل كبير جدا. وبدايه الشوط الثاني كمان يا كابتن، الكره اللي مشيت بالعرض دي مش لاقي حد ينكشها. بالظبط. لكن نادي الاهلي استفاق، واللعيبه لحقت نفسها بشكل كويس، التغييرات برضو لحد كبير عملت فروقات، طاهر وصلاح محسن وكهربا لما نزل في الاخر، يعني الامور اتلحقت بشكل كبير جدا. كان ممكن يحصل زي ما حصل الزمالك، الزمالك ما قدرش يتخلص من اثار المباراه. ايوه خسر ثلاثه كمان، هزيمه تقيله. اما انا بقول لك ما قدرش يتخلص من اثار المباراه، لان لما بتبقى انت خسران بطوله وبتيجي بعديها فرق ضيق، يا تخلص من الاثار بشكل سريع يا اما ما بتقدرش. فالزمالك ما لحقش، وهارد لك ومبروك للجيش طبعا. لكن الاهلي اتلحق في الشوط الثاني، لحق نفسه، اللعيبه حست بالمسؤوليه، وحصل انتشار قوي مع تراجع من الاتحاد للحفاظ على الهدف. فالاهلي مبروك طبعا على الجمهور ومبروك على الناس، لانه فوز مستحق، خصوصا الشوط الثاني بشكل كبير جدا. وان شاء الله بطوله الكاس يوم السبت برضه هيلاقوا صعوبه كبيره جدا امام الطلائع. فرقه كويسه قوي يا كابتن، فريق طلائع الجيش فريق كويس، في عناصر دم، عناصر كويسه قوي، عملوا النهارده مباراه كويسه. ونهائي الكاس انت عارف ان الكاس دايما حساباته لازم تاخد الامور بجديه طول الوقت يعني. طيب، بما تفسر الروح واستنفار قدرات لاعبي النادي الاهلي من الدقيقه 71 كده من بعد التعادل، والتعملق امام الاتحاد السكندري وتحقيق هذا الفوز الكبير في الدقيقه 88؟ لا، ما التفسير ده ما فيش على مدار الاجيال كلها، دي حاجه في الجينات. في الجينات الاهلي دي مش موجوده غير عندنا. تلاقي الانتفاضه، تلاقي كميه الجري زادت، تلاقي الاصرار زاد على انك تكسب، تلاقي التوفيق بتاع ربنا يبقى معاك. ايوه فما ملهاش تفسير غير الفانيلا الحمراء.
أي يعني مش هتلاقيها كتير غير في الفانيلا الحمراء. أي لان وانا بتفرج على ده، هو انتوا ما بتجوش جوان غير في الاخر ليه؟ قلت أي له ايه دي موجوده في جينات الجينات كده، بتاعتنا، ربنا خلقنا كده. تتوارثها اجيال النادي الاهلي أي على طول، حتى لو لعيبه جايه من بره لكن بتتوارثها. أغلى هدف ان يا احنا كابتن لو جه في اللحظات الأخيرة تفتكره؟ اهداف كتيره، ابو تريكه في الصفاقسي، وعلى ما اعتقد يهم احنا في جه علينا، المصري. احنا جه علينا دوري كان كل جوانا في المكسب، يعني جه علينا نص الدوري كان في التسعينات على طول، فكان ما بقول لك حاجه في الجينات موجوده، فهتلاقيها كتير، هتلاقيها كتير الموضوع ده، هتلاقيه كتير يعني. خلي بالك كده ان الاهلي هيلاعب طلائع الجيش في السوبر ايضا بعد، بغض النظر عن من يفوز بالكاس، لان هو ان شاء بطل الله الدوري، احنا الاهلي عندنا، بطل بص الدوري احنا وبياخده عندنا شويه بطولات ورا بعض، اتمنى ان احنا ناخدها ان شاء الله يا بشكل، كابتن، ان شاء الله يا كابتن، لانه ده الهدف بتاعنا دايما، ان شاء الله يا دايما كابتن، لازم الاهلي يكون مش في هيخسر نهم، ولا بطولة يا كابتن ان شاء الله، ان شاء الله تخلص من بطوله تخش في اللي بعدها، ان لازم شاء يبقى الله في نهم عندك يعني ان شاء رب باذن الله. العالمين. طيب نيجي للزمالك، هل اخطأ باتشيكو في إدارة المباراة وتغييراته، ولماذا لم يسلك احمد فتوح بدلا من اسلام جابر طالما انه موجود معاه على الدكة؟ انا معاك انه في بعض حاجات التشكيل انا شفت كبيره النهارده، يعني انا بشوف انه طول الوقت كان اسلام جابر بيلعب في نص الملعب، ايوه غياب ساسي، غياب ساسي، يبقى تلاعب اسلام في نص الملعب مفتوح في المكلف، لكن ايوه رؤى ما كانش منسجم بشكل كبير جدا، اسلام ما كانش كويس في الباكليفت، لانه حتى كان لما احمد لعبها زولا في ده ماتش واكل عليه الاهلي، عيش جامد يا كابتن. لما لعبها في ماتش الاهلي ما كانش جيد، الى كان ثغره واضحه يعني، بيكرر نفس فطبعا الغلط برضو. فطبعا في سوء اداره في التشكيل او في اختيار اللعيبه، يعني انا ده ما يمنعش ان الجيش كان كويس قوي، يعني أوي أوي عناصر الجيش كانوا كويسين جدا في الناحيه الدفاعيه وفي الناحيه الهجوميه، والعناصر الجديده اضافت بشكل كبير جدا، مرعي اضاف كتيره، ومحمد أحمد بشير سمير يعني واحمد سمير، وناصر واحمد سمير منسي، بتاع الجيش، لو ناصر كلهم يعني يعني ادوا عناصر مباراه، ممتازة الصراحة وفرقة جامدة، وبسام حارس عملاق. ادوا مباراه كبيره يعني. طب مروان محسن يا كابتن التايم لاين عندي كله بيقول لي، يقول لي كابتن ضياء، يقول لي كابتن بيبو يفسخ عقده ويقول له متشكرين، او يطلعوا اعاره لشيشته او كفر شيشته. هو النادي الاهلي في حاجات كده ساعات بتاخر فيها، انا ما بلاقيلهاش مبرر. يعني ما بلاقيلهاش مبرر، في يعني في حاجات رغم ان احنا بنأدي وكل حاجه، لكن الواحد برضه بيشوفه بيقول الحاجات دي، يعني هو ايوه ومثل الناس ان هم بيتقبلوا ده، يعني ان انا اجيب بنشي في يناير وادفع فيه فلوس كتيره وبعدين يطلع إعارة. يتفرج دمه بين القبائل، لا يطلع لعيب وحش، مش أيوة حكايه يطلع بقى عارة ومش يطلع لعيب مش المدرب مش عايزه، يكفيني يعني ان انا اصبر مثلا ان صالح يفضل طول الوقت ده فتره 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 فتره، ودي وقت طبعا انك تيجي متاخر احسن ما تجيش خالص، انك خدت قرار، أيوة القرار كان لازم من بدري، لازم من بدري، انت خلاص خلص. فالقرارات دي انا بشوف المفروض ما يكونش فيها، انت نادي اهلي نادي كبير والحاجات دي ما يكونش فيها تعاطف، وانا بشوف ان هو رجع احمد فيرويد ياسر. وهيجيب فيرويد اجنبي، فانا بشوف انه لازم تتعامل ككوره، يعني مروان انسان مهذب وانسان راقي، بيلعب على احنا سطر ويسيب بنتكلم على 10. الفنيات، احنا بنلعب على الفنيات وبنتكلم على الكوره، النادي يعني الاهلي حضرتك مع إعارة، مع إعارة مروان محسن أو عدم التجديد له؟ النادي الاهلي يستحق راس حربه يبقى هداف الدوري، يا ابو المعاطي أيوه انت لما تيجي تدور على مين هدافين الاهلي هتلاقي حسين جايب 4، كهربا جايب 3، رضا صحيح جايب صحيح، 4، ما لا عندكش احنا لعيب لازم هداف، عكس لازم هداف وليد الدوري، ازارو مع حسام البدري كان هو هداف الدوري بالظبط ب 24 هدف. 25 جول، اي 25 جول، فاحنا فروج النادي الاهلي لازم يكون جايب له 20 25 جول، صحيح فروج النادي الزمالك لازم يبقى جايب له 20 25 جول، ايوه غير كده يبقى احنا بنضيع وقت وبناخد وقت كبير وبنضيع فلوس، يعني انا بشوف ماتش ده احنا ضيعنا فيه فلوس بدون داعي، صحيح صحيح. وجيرالدو يا كابتن بدون مقلب داعي، كبير،
وده برضه نفس الشيء. فلازم الامور دي مع لجنه التخطيط مع كابتن محمود يظبطوا الامور دي احسن من كده شويه ان شاء الله رب العالمين. شاكر لحضرتك جدا كابتن ضياء السيد. شكرا نجمنا الكبير. شكرا. الف الف شكر الف شكر. اذا كابتن ضياء السيد يطالب باعاره وعدم التاخر في اتخاذ قرار بشان مروان محسن، ويشارك الجماهير الغضب ضد مروان محسن، لان فيرود النادي الاهلي زي ما قال لازم يعمل حساب انه يجيب له 18 20 25 جون في الموسم، مش يجيب جون وينام عليه 6 اشهر ويهدر الفرص السهله في المباريات المهمه التي تحتاجه. يعني انت النهارده الفيرود الناس محتاجاك انت اللي تسجل وتعمل وتسوي، خاصه لما تبقى انفراد. مش انفراد بقى وما بتسجلش، ده بيثير القلق والتوتر. طيب احنا هنا كده فرحنا بالنادي الاهلي بانتصار النادي الاهلي وتاهله الى المباراه النهائيه لمواجهه طلائع الجيش الذي حقق مفاجاه كبيره اليوم.